وللحديث أكثر حول تطورات السوق النفطية ينضم معي المستشار النفطي الدكتور محمد الصبان. أهلا بك دكتور. بداية حدثنا عن الوضع الحالي للسوق النفطية عالميا، أحجام الطلب الكلي مقابل العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة أخ محمد. في الواقع التغيرات قصيرة الأمد والعوامل المؤثرة فيها هي التي تتحكم في أسعار النفط. أسعار النفط لا زالت مرتفعة، لا زالت أعلى من مستوى $80، وإن انخفضت خلال هذا الأسبوع نتيجة لكثير من العوامل، منها ما ذكرتموه بأن الولايات المتحدة قد سحبت من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وأيضا في مكالمة الرئيس بايدن مع الرئيس شي الصيني قبل يومين اتفق الاثنان على أن يكون هنالك سحب من قبل الصين وسحب من قبل الولايات المتحدة من الاحتياطي الاستراتيجي لتخفيض الأسعار. طبيعة الحال هذه لن تستمر، ولا يمكن للدولتين أن يستمرا في السحب من الاحتياطي، لأن هذا سيؤثر على مسألة الأمان بالنسبة للمستقبل وقادم الأيام وما يحدث لا سمح الله. فهذه أثرت أو تؤثر في الأسعار. طبيعة الحال هنالك توقعات بأن يكون هنالك فائض في المعروض مع بداية العام القادم 2022. أيضا اليوم أصدرت إدارة معلومات الطاقة بأن هنالك انخفاض أو سحب في مخزون الخام الأمريكي بحوالي 2.1. كل هذه العوامل أدت إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات تحوم حول مستويات $81 للبرميل. نعم، لكن هل لا تزال إعلانات المخزونات النفطية الأمريكية تؤثر في معدلات الأسعار يعني في ظل أزمة الغاز الحالية؟ لا زالت، طالما لا ننسى أن مخزون الخام الأمريكي كان يبنى يتزايد في الفترة الماضية، لكن مؤخرا بدأ هنالك سحب من هذا المخزون نتيجة للانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي، ونتيجة لأن مصافي التكرير في الولايات المتحدة تعمل بمستوياتها الاعتيادية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخام، وهذا بطبيعة الحال يؤثر إيجابا. السحب من المخزون يؤثر إيجابا، لكن اليوم بما أن الأرقام أظهرت أن هنالك سحب من الاحتياطي فهذا يؤثر سلبا، وبالتالي هنالك الأسعار بقيت عند هذا المستوى. حتما المخزون الأمريكي، مخزون الخام الأمريكي يؤثر في الأسعار، ولا زال له دور، لأنه هو مؤشر لانتعاش الطلب من جهة، ومن جهة أخرى نزول المخزون إلى مستويات حرجة يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. جيد، لكن يعني بعض المحللين يتوقعون بأن تقفز الأسعار بشكل كبير لتتجاوز أيضا $100 ربما في منتصف العام المقبل. يعني ما هو الأساس الذي تم بناء عليه هذه التوقعات؟ هل تعتبر دقيقة برأيك؟ الأساس الذي بنيت عليه التوقعات هو أزمة الطاقة العالمية التي تعيشها الأسواق، وهذه الأزمة ليست من صنع النفط ولا من صنع أوبك ولا تحالف أوبك بلس، إنما هي نتيجة لنقص الإمدادات بالنسبة للغاز الطبيعي، ورأينا المشاكل المتبادلة بين روسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بالنسبة لخط الغاز، أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وكيف أنه في آخر لحظة هذا الأسبوع ألمانيا علقت الموافقة النهائية لتشغيل هذا الخط، مما يفسح المجال لمزيد من الغاز الروسي ليصل إلى أوروبا. لكن الآن هنالك حيرة لأننا مقدمين على فصل الشتاء، وبالتالي هذا سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الغاز الطبيعي
أسعار الغاز الطبيعي، ونظرا للشح الذي عليه الغاز الطبيعي دوليا أو عالميا سواء في أوروبا أو في الصين أو في بقية أسواق آسيا، فإن هذا حتما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة أسعار النفط نتيجة للجوء محطات توليد الكهرباء إلى الفحم وإلى أيضا النفط لتعويض النقص القائم في الإمدادات من الغاز الطبيعي. طبيعة الحال محاولة رمي المشكلة على دول الأوبك بلس غير واقعي، كما ذكرت أن هذه أزمة طاقة عالمية، والقول بأن هنالك حلول لأمريكا بالنسبة للأسعار إذا كان يهمهم المستهلكون المستهلكين في الولايات المتحدة. هنالك منتجي النفط الصخري استغربوا من الرئيس بايدن أن يطلب من أوبك زيادة إنتاج بينما هم لم يطلب منهم زيادة الإنتاج. أيضا الولايات المتحدة تنتج أو تصدر مليوني برميل، فليكفوا عن تصدير مزيد من النفط لإشباع السوق المحلية وتخفيض أسعار النفط المحلية. نعم، الدكتور محمد الصبان المستشار النفطي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.